السلام عليكم شباب، معكم نزيم من أتحداك، واليوم راح نحكيكم عن لعبة كتير لاعبين ناطرينها اللي هي Call of Duty Black Ops 2. طبعا اللاعبين كلهم تابون Call of Duty كانوا ناطرين معلومات معينة عن شغلة واحدة باللعبة اللي هي المالتي بلاير. امبارح Activision فرجونا فيديو جديد عن المالتي بلاير تبع Call of Duty Black Ops. على الأرجح معظمكم حضرتوه، بس انا متأكد انه في كتير اشياء ما لاحظتو بقلب الفيديو. بقى فريقنا مع المساعدة من لاعب Call of Duty محترف اللي هو نور تريبل اكس فيجن حسون، عملنا تحليل للتريلر بكل مقطع ومقطع لنعطيكم كل شي معلومات قدرنا نستخرجهم عن اللعبة. What happens when the enemy steals the keys? من بداية الفيديو فيك تحس انه كل اعدادات الاسلحة مش رح يتغيروا كتير. عندك سلاحين، كل واحد منهم بيقدر يعمل اتاتشمنت، 2 اكويبمنت و 3 بيركس. حلو فيها انه قدرنا نشوف واحد من الاكويبمنت الجداد اللي هو نوع من سكينة بتكبها على الارض وبتضرب الانميز تبعونك بطريقة انه ما بيقدروا يشوفوا قدامهم، شي بيشبه شوي الستان جرينيد. هيك بيصير تقدر تقتلهم بكل سهولة. الشي كمان اللي على الارجح ما لاحظتوه بالفيديو بأوله هو انه الفرد اللي عم بيستعملوا الـ M8 Alpha 1 Assault Rifle عنده Fire Modes مختلفين. تقدروا تشوفوا هالشغلة فوق عداد الدروبة وين مكتوب Full, Semi أو Burst. في Weapon Attachment جداد كمان بينوا، منهم بهيدا السلاح اللي هو الـ PDW-57 عنده نوع من سكوب جديد بيشبه شوي الـ Red Dot Sight، بس عنده الإمكانية إنه يعمل مثل نوع موج بيعمل سكانينج للمنطقة كلها وبيخليك تشوف بطريقة الأنميز اللي جايين عليك من ورا الحيطان، كونتينرات أو حتى السموك. إذا ما لاحظتوا رجع الدولفين دايك اللي كان معروف من الـ Black Ops الأصلية. المقطع الثاني من التريلر تقدروا تشوفوا الـ LSAT LMG عنده 2 سكوب بنفس الوقت اللي هو الـ ACOG والـ Red Dot Sight، معناتها انه صار عندك امكانية تعمل ميكس بين 2 سكوب بنفس الوقت مثل بـ Black Ops 1. هو اللاعب عم بيروح على الجسر بيستعمل نوع تيرت ما بيقوس دروب، بس بيضرب نوع من موج صوتية. هيدا التيرت اسمه الجارديان، ومثل ما مبين من الفيديو انه بيزعج الانمي تبعه وبيضرب عيناه والاي سايت تبعه. رابع مقطع التريلر هو بيبرز تاني بطل ببلاك اوبس 2 اللي هن الدرونز. هون هيدا اللاعب عم بيستعمل فرد اسمه الشيكوم سي كيو بي، عليه كتير كاستمايز اتاتشمنت ليقدر ينزل الدرون اللي اسمه دراجون فاير. بتاني مقطع بتقدر تشوف كيف تتحكم بالدراجون فاير، ومبين انه الهجومات تبعونه كتير قوية، ولاحظوا انه بيطلع لكم اتشيفمنت لإله اسمه ريد بارن. بس انتبهوا لانه هيدا الدرون مبين انه فيك تنزله بكل سهولة مع كم دروب من اسولت رايفل او مع لونشر الو لوك اون اللي هو مثل هلا ال FHG-18AA. هلا مين بيحب الكلاسز السبورت بيناتكم؟ هون رح نشوف لاعب عم بيستعمل ال AN-94 مع جريب وسكوب جديد بيعمل زوم ان وبيبين وين الانميز تبعونه قدامه بطريقة مربع احمر. اللاعبين اللي عم بيلعبوا معه اثنيناتهم عندهم رايوت شيلد جداد اللي بتقدر تنزله على الارض لتتخبى ورا كوفر وتستعمل الفتحة الصغيرة لتتخلص من الانميز. الانميز تبعونه رح يطلبوا كل ستريك جديد اللي هو درون اسمه AGR. هيدا الدرون باينة مثل روبو كبير الا 2 ميني جانز قوية، ومثل ما مبين انه انت فيك تطلع من هيدا الدرون بحيلا لحظة وترجع تتحكم فيه وقتها ما بدك. هلا هيدا المقطع كتير حلو لشي كتير مهم، هو انه ما عنده primary weapon. اللاعب عنده بس revolver اسمه Raging Judge، 6 perks، وعنده الكومبات نايف الجديد اللي بيشبه شوي الباليستيك نايف واللي هي مثل كلاس انه السكينة هي المين weapon تبعيتك. اكيد لكل اللي بيحبوا Black Ops 1 انبسطوا لانه التوماهوك رجعوا باللعبة. هلا اللي بيحبوا الكويك سكوبينج رح تلاحظوا اشياء كتير حلوة بهيدا المقطع. اللاعب اللي عم بيلعب هلا هو مطور لتريارك
معروف كتير اسمه ديفيد فاندرهار. البرايمري ويبن تبعه هو بولت اكشن سنايبر رايفل اسمه الدي اس ار 50. الحلو كمان انه السكندري ويبن تبعه هي كمان بولت اكشن سنايبر اسمها الباليستا. عندها 2 اتاتشمنت مش معروفين شو هن، بس الحلو فيها انه فيك تلعب بهيدا السنايبر مع ايرون سايت، شي صرنا زمان ما شفناه بولا لعبه كول اوف ديوتي. ومبين كمان انه الكاموفلاش الذهبي رجع باللعبة. هذا المقطع اللي حفرجيكم اياه هو للاعب الهاردكور كلوس كوارتر. الفرد الاساسي تبعه هو الـ M1216 اوتوماتيك شوتجن، والحلو انه فيك تحط له ليزر سايت مثل ما مبين هيك، تقدر تقتل بكل سهولة مع هيب فاير او مع سكوب. كمان بفرجوكم كيف تستعملوا السي 4 عن جديد. عم بيستعملوا التقنية تبعت مودرن وارفير، هيك بصير تقدر تكب السي 4 على مدى بعيد، اللي هو شيء كتير بدك اياه اذا بدك تلعب كلوس كوارتر. تريلر ببلش يخلص بمعلومتين مهمين. اولهم هي انه الدرونز اللي بيطيروا بيقدروا يكونوا بعدد هائل بقلب السماء، منك مضطر تنطر ليوقع درون تبع رفيقك لتطلع درون تاني. والحلو كمان فيك تستعمل هذا الدرون تعمل نوع من كاميكازي اتاك وتنزل الطيارة على انمي تبعك. اخر مقطع هو اهم شيء لكل العالم اللي بيعرفوا عن الاي سبورت او الرياضه الالكترونيه. ليه؟ لانه زادوا شيء بيشبه سبيكتيتور مود جديد، عنده اليمنتس كتير حلوين بيفرجي كل العالم اللي عم بيلعبوا كل الفرق، وكمان بيفرجي انه فيكم تلعبوا لحديد 3 تيمز بنفس الماتش التيم داث ماتش. بس اقولكم هذا الشيء نعمل بس للتريلر، او البلاك اوبس 2 رح تكون لعبه معموله للاي سبورت. هيدا كل شي اللي عنا اياه لليوم. ان شاء الله يكون عجبكم هذا التحليل المفصل عن التريلر. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة تبعيتنا، تلحقونا على فيسبوك على تويتر، وطبعا على موقعنا اتحداك.com. اتحداك.